مخدرات، انسى الحكايه دي وخليك بقى حرام يمسك. طب افرض اتمسكت. تتماسك اتماسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم؟ ده انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه هقربك من الاسم؟ خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد اطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا معاك. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني على مثالي. انت جاي مضروب بخلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ هنزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوز اجري. العلم المخدرات وعلم النيله. سالت ايه؟ هنزل سكينه الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفت بينط من برغله عمر. حرامي؟ انتوا متاكدين؟ انا شفت بعينيا. شيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعه صوتكم عالي؟ خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجه. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحه امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعه. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعه، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي الحقنا يا زكي. ايه في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مين ده؟ شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. استاذ حرامي، استاذ حرامي، انا الحقيقه انا ما كنتش عايز اطلع، بس هم الجماعه تحت مصرين ان انا اطلع. قلت اشوفك جايز محتاج حاجه ولا بتاع. حرامي اوعى تتحرك. سبحان الله، ده انا واقف بقالي ساعه بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. وانا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضه هسرق عادي. اتفضل نورني كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني وما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا اجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ بزكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوف هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شكله جرام بروبلام كاسك اليار. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول يكون فلوس ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوه بومي. ايه يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشني. ابوسه وانت مربوط كده؟ عادي. ماشي. كوبايه زلومتك يالا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، قفلهم لي باكو باكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي كده. خساره خساره، قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه.
كفاية، هو مال سايب خلاص، أنا هودي الاسم بإيدي. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجة. ها أنا مكتفولك 600 حتة أهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبة، اتنطط يلا يا أخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه، كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب، يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عملها لي خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت من الحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه، ده واجبي، ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصلا انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه مال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا، بحبك. على اذنك يا خير ربيع هروح الحمام لحسن، تعبان قوي هموت لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته. قصدي هتجيني فوق طول واقف. على اذنك. يا اخير يا قليل، هفهمك فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون، انا اجني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكلك. يا خيرت بيه، يا خيرت بيه. خد تعال، خد تعال اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي، هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام. ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور، شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. ايه يا اولاد اللي بيصرف علينا؟ جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازاي خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. ده خلاص بقى، خلاص بقى. اقعد بقى بابا، انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك. اقعد بقى، ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفت انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي يا زكي. زكي ايه؟ زكي هنا انت اخر